افضل مهاجم في الدوري المصري، تألق كبير لوسام، لفيستومايلي، حسام اشرف طبعا واحد من اللعيبه اللي اجادت، وغيرهم من الاسماء اللي كان عندهم معدل تهديف عالي جدا. بحب ياو النور جدا بالمناسبه واسهامه هذا الموسم مع البنك الاهلي، ورجل المباراه حوالي 6 مرات او 5 مرات، فكان واحد على الصعيد الفردي قوي جدا جدا. اخبار اللجنه ايه؟ طبعا بالتاكيد كان اداء وسام ابو علي، وهفسر لك لان ايه، عشان ما يكونش كلامنا متناقض مع اللي قلناه قبل كده. طيب الاول النقاد الرياضيين اختاروا وسام ابو علي رقم واحد ب 19 صوت مقابل ومقابل 6 اصوات لفيستون مايل. انا بشايف ان يعني شويه الفرق ما كانش المفروض يكون كده، المفروض يكون فرق اقل تقارب. وبعدين وراهم حسام اشرف خد صوت واحد، يعني هو الوحيد اللي بره الاثنين اللي خد صوته هو حسام اشرف طبعا، اللي كان بادي هداف الدوري في النصف الاول من الموسم، وكان فرق كبير اللي يمكن تراجع شويه في الدور الثاني بحكم ان اداء البلديه بشكل عام. صحيح، تراجع كمان راي المدربين في كره القدم المصريه، المديرين الفنيين للانديه، وسام ابو علي اكتسح الموضوع بفارق عن فيستون مايلي، وبالتالي وسام ابو علي مليون مبروك عن جداره وعن استحقاق، هو افضل مهاجم موجود في الدوري المصري باجماع النقاد الرياضيين ومدربي الدوري المصري وكمان اللجنه الفنيه اللي اعطت تصويت كامل الثلاث اتلات. وسام ابو علي افضل مهاجم في الدوري المصري 2023-2024 علشان يكتمل التشكيل المثالي الافضل. ونذكر حضراتكم في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد الشيبي، واحمد سامي، ومحمد عبد المنعم، وجوناثان نجوم. نص الملعب مهند لاشين، مروان عطيه، امام عاشور، احمد زيزو، وسام ابو علي، وحسين الشحات. نذكر كل بينضم الينا في الوقت الحالي انه هذا التصويت مبني على 3-3، تلت خاص بمدربين الانديه في الدوري المصري، تلت خاص بالنقاد الرياضيين على مستوى مصر، وتلت خاص باللجنه الفنيه ونخبه من محللي اون تايم سبورتس. وبالتالي كان هذا هو التشكيل الرسمي.